مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار كورونا التي نرصد فيها آخر تطورات الوباء، انتشاره وتداعياته وما يثار حوله من تساؤلات وإشاعات ومخاوف، والبداية بالعناوين. العالم يسجل أعلى معدل إصابات بيوم واحد، وإصابات روسيا تتخطى 300,000، والبرازيل من سيء إلى أسوأ. الولايات المتحدة تنهي الإغلاق، وترامب يكرر انتقاداته للصين، والصراع الأمريكي الصيني يصل إلى تايوان. لوكسمبورغ تفحص جميع سكانها، وإيطاليا ستفتح جميع مطاراتها، وبريطانيا تستعد لشراء 16 مليون قرص من الكلوروكين كعلاج. كوريا الجنوبية تعاود غلق المدارس بعد 24 ساعة فقط من استئناف الدراسة، وتركيا تستبعد موجة ثانية من الوباء. في مصر خصم من الرواتب، وفي الأردن حظر شامل نهاية كل أسبوع، والمحجورون لدى نظام أسد يضربون عن الطعام. في الاقتصاد، شركات الطيران تستعد لإطلاق أساطيلها مع تدابير احترازية. كورونا يرغم رياضيي إيران على مواصلة تدريباتهم من المنزل. مطعم أمريكي يخترع لكل زبون طاولة على مقاسه التزاما بالتباعد الاجتماعي. نبدأ مع آخر الإحصاءات حول انتشار فيروس كورونا حول العالم، وعدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء في كل بلد. العدد الإجمالي للإصابات حول العالم وصل إلى 5,066,186 إصابة. أما عن حالات الشفاء حول العالم فقد بلغت 1,996,392 حالة شفاء، والوفيات بلغت أعدادهم حول العالم 333,760 وفاة. في ترتيب أعلى 10 دول بالإصابات بكورونا في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية الأعلى، إذ بلغت الإصابات فيها 1,593,297 إصابة، أما الوفيات فقد وصلت إلى 94,948 وفاة. روسيا ثانياً بعدد الإصابات الإجمالي الذي وصل إلى 317,554 إصابة ووفيات 3,099. البرازيل ثالثا بعدد إصابات إجمالي وصل إلى 293,357 إصابة، أما عدد الوفيات في البرازيل فقد بلغ 18,894. بريطانيا رابعا بإصابات إجمالية بلغت 251,290، وعدد وفيات وصل إلى 35,704 وفاة. في إسبانيا الإصابات أيضا بازدياد، وعددها وصل إلى 232,555، والوفيات 27,888 وفاة. إيطاليا سادسا بعدد إصابات إجمالي بلغ 227,364 إصابة، أما الوفيات في إيطاليا فقد بلغت 32,330. فرنسا سابعا بإصابات وصلت إلى 181,575 إصابة، وعدد الوفيات في فرنسا وصل إلى 28,132 وفاة. ألمانيا ثامنا بإصابات إجمالية بلغت 178,545، ووفيات 8,281 وفاة. تركيا تاسعا بإصابات إجمالية بلغت 152,587، ووفيات 4,222 وفاة. إيران عاشرا بإصابات إجمالية بلغت 129,341 إصابة، والوفيات 7,249 وفاة. هذه الأرقام صدرت صباح اليوم، وقد يطرأ عليها أي تعديل خلال هذا اليوم.
قررت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء حالة الإغلاق التي كانت مفروضة بسبب تداعيات كورونا. يأتي ذلك في وقت شن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على الصين، متهما إياها بنشر الوباء والألم حول العالم. رغم أن وفيات كورونا تجاوزت 93,000، أنهت الولايات المتحدة الإغلاق جزئيا في ولاياتها 50 بوتائر مختلفة، حيث أعادت فتح الشركات والمتاجر وغيرها من القطاعات الاقتصادية فضلا عن بعض دور العبادة بعد 8 أسابيع من الإغلاق، مع محاولات سلطات الولايات تحقيق توازن بين إعادة فتح الاقتصاد والحفاظ على سلامة وصحة السكان. وكمبادرة تشجيعية، ظهر نائب الرئيس مايك بينس مرتديا كمامة هذه المرة برفقة حاكم ولاية فلوريدا في أحد مطاعم أورلاندو التي أعادت فتح أبوابها مؤخرا. وفي خطوة أخرى موازية، يدرس ترامب استضافة قمة غير افتراضية لمجموعة دول الصناعية 7 في منتجع كامب ديفيد الشهر المقبل. لكن فرح ترامب بإنهاء الإغلاق الذي يدعم طموحات انتخابية لم ينسه الصين التي جدد اتهامه لها بشأن كورونا، وقال إن إهمالها لإدارة أزمة الفيروس سبب بمقتل عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وهو ما كان بإمكان بكين تلافيه بكل سهولة حسب ترامب. التراشق الأمريكي الصيني حول كورونا لم يقتصر على مجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية، بل أتت تايوان لتشكل مرحلة أخرى من التوتر بين عملاقي التجارة العالميين، حيث نددت الصين بتهنئة وزير الخارجية الأمريكي رئيسة تايوان على تنصيبها الأربعاء الماضي، ووصفت بكين التهنئة بالرسالة الخطيرة، حيث ترفض الصين أي اعتراف رسمي بتايوان وتعدها من أراضيها، وتعهدت غير مرة بانتزاعها بالقوة إذا لزم الأمر. أعلنت حكومة لوكسمبورغ أنها تخطط لإجراء اختبارات لفيروس كورونا تشمل جميع سكانها قبل نهاية الشهر المقبل بمعدل 20,000 اختبار يوميا. وأجرت السلطات 39,000 اختبار حتى الآن، وتم تأكيد نحو 3,729 إصابة بين سكان لوكسمبورغ البالغ عددهم 600,000، توفي منهم 88 شخصا جراء الوباء في البلاد. ومن المتوقع أن تكلف هذه الخطوة 40 مليون يورو، وقد يلقى كل مقيم 5 أقنعة جراحية للمساعدة على منع تسجيل إصابات جديدة مع إنهاء تدابير الإغلاق. أعلنت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكلي أنه سيكون بإمكان المطارات الإيطالية استئناف عملها اعتبارا من 3 يونيو بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد. في ضوء انتشار فيروس كورونا ورغم الإجراءات التي تتبعها كثير من الدول ساعية لتخفيف انتشاره، قررت إيطاليا إعادة افتتاح جميع مطاراتها اعتبار من 3 حزيران المقبل بحسب ما صرحت وزارة النقل الإيطالية. مسؤولون من جهتهم صرحوا أنه سيكون من الممكن المضي قدما في إعادة فتح جميع المطارات ابتداء من 3 حزيران عندما يسمح بالنقل مرة أخرى، مشيرين إلى أن القيود الإقليمية والدولية الحالية والمفروضة على خلفية تفشي فيروس كورونا ستنتهي أيضا في وسائل النقل العام داخل البلاد. وكانت إيطاليا قد علقت الرحلات الجوية في جميع مطاراتها في 14 من آذار الماضي باستثناء الرحلات الأساسية، وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر لنحو 2 شهر. كما كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تضررت من الوباء وأغلقت العديد من المطارات بما في ذلك مطار ليناتي في ميلانو في 12 من آذار. أعلنت الحكومة البريطانية رغبتها بشراء 16 مليون قرص من عقار هيدروكسيكلوروكين، الدواء المستخدم لعلاج الملاريا والذي يرجح أن يكون فعالا في القضاء على كورونا. ووفقا لتقارير صحفية، فإن الحكومة البريطانية متخوفة من نقص حاد لهذا الدواء على المستوى العالمي بسبب الإقبال الكبير المنتظر عليه بعد تصريحات ترامب المشجعة على اقتنائه. بعد قرار السلطات في كوريا الجنوبية عودة الطلاب إلى مدارسهم، اضطرت الحكومة إلى توجيه أوامر لطلبة بعض المدارس القريبة من العاصمة سيول بالمغادرة والعودة إلى منازلهم بعد اكتشاف إصابة طالبين بالفيروس. بعد أكثر من 2 شهر على إغلاق المدارس كإجراء احترازي لمواجهة تفشي وباء كورونا، وزارة التعليم الكورية الجنوبية أصدرت قراراً
بفتح المدارس تدريجياً على ألا يعتبر هذا القرار هو نهاية الفيروس. فعودة مئات الآلاف من الطلاب إلى مدارسهم بعد الإجراءات الاحترازية كالكشف عن درجات الحرارة الطلاب وتعقيم أيديهم وارتداء أقنعة الوجه داخل الصفوف ووضع حواجز بلاستيكية لم يمنع 66 مدرسة في مدينة إنتشون غرب العاصمة سيول من الإغلاق بعد فترة وجيزة من إعادة فتحها بعد تشخيص إصابة طالبين بالفيروس. قرار السلطات الكورية بإغلاق جميع مدارس المنطقة مؤقتاً جاء حرصاً على أن لا يكون الطلاب قد احتكوا بالطالبين المصابين قبل ذلك، مما يؤدي إلى انتشار الفيروس وإصابة أعداد كبيرة من الطلاب الذين بدورهم سينقلوه إلى ذويهم. كوريا الجنوبية خففت كثيراً من قواعد التباعد الاجتماعي في بداية أيار، لكنها سرعان ما شهدت زيادة في الحالات المرتبطة بالملاهي الليلية، لتسجل البلاد أكثر من 11 ألف شخص بفيروس كورونا و263 حالة وفاة. قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا إن تركيا لا تتعرض في الوقت الحالي لخطر موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن أنقرة مستعدة لبدء ما وصفه بأنه سياحة محكومة صحيا مع 31 دولة. وقال قوجا كذلك إن قيود السفر المفروضة على كبار السن ستخفف في الأيام المقبلة. انخفضت حالات الإصابة الجديدة بكورونا في تركيا إلى نحو 1000 من نحو 4500 الشهر الماضي. وفي شرق آسيا تعاني الهند وبنغلاديش تداعيات إعصار أمفان، حيث اضطر السكان إلى الهروب إلى الملاجئ المكتظة ما تسبب بكسر قواعد التباعد الاجتماعي. على وقع إعصار أمفان الذي ضرب سواحل بنغلاديش والهند، اكتظت الملاجئ بالهاربين من الموت كاسرين قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها فيروس كورونا على المواطنين. الإعصار الذي ضرب السواحل الهندية بسرعة رياح تصل إلى 190 ألف كيلومتر بالساعة أدى إلى موت أكثر من 25 شخصاً وفقدان العشرات، في حين لجأ آخرون إلى مخابئ تعهدت السلطات أن تكون أقل اكتظاظاً، مؤكدة توزيع معدات السلامة الخاصة بالحماية من فيروس كورونا، إلا أن الازدحام لم ينتهي حيث فر أكثر من 650 ألف لاجئ إلى تلك المخابئ في ولايتي البنغال الغربية وأوديشا. وتخشى السلطات من أن يكون الاكتظاظ هذا سبباً في تفشي فيروس كورونا بين اللاجئين، حيث تؤكد حكومة البنغال الغربية أنها أرسلت المعدات اللازمة لكنها ربما لا تكفي لكل هذه الأعداد. هناك الكثير من الناس هنا، من المستحيل الحفاظ على التباعد الاجتماعي. أنا قلقة جداً، لم نتمكن من البقاء في المنزل بسبب هذه العاصفة، وهنا توتر كورونا. وقتل فيروس كورونا أكثر من 3000 شخص في الهند فضلاً عن 400 آخرين في بنغلاديش، في وقت تعاني فيه البلاد من قلة الاختبارات الخاصة بالفيروس، ما يجعل أعداد الإصابات المسجلة غير حقيقية على الأرجح. وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يقضي بخصم 1% شهرياً من رواتب جميع العاملين في القطاعات المختلفة الخاصة منها والحكومية ولمدة عام، وذلك في إطار ما وصفه مجلس الوزراء بالمساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي الأردن قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الحكومة ستستمر في فرض حظر تجوال جزئي في ساعات المساء وفرض حظر شامل في نهاية كل أسبوع، وبتشديد الإجراءات الرقابية الصحية والاحترازية خاصة ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، وذلك لحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم. في السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليزداد إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.
كما أعلنت عن تسجيل 10 حالات وفاة من جنسيات مختلفة، ليزداد إجمالي الوفيات في السعودية إلى 339 حالة. حذر الرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب من تعرض لبنان لأزمة غذائية كبرى، وأن كثيرا من المواطنين قد يجدون صعوبة بتأمين الخبز بسبب الأزمة المالية الحادة التي تعيشها البلاد وتداعيات كورونا. كما حذر دياب في مقال بصحيفة واشنطن بوست من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، ودعا لمقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، كما طالب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة، محذرا من موجة هجرة جديدة إلى أوروبا جراء الجوع. تجمعت عشرات الأثيوبيات من العاملات في الخدمة المنزلية في لبنان أمام سفارة بلادهن للمطالبة بإعادتهن إلى وطنهم، مع بدء لبنان تسيير رحلات عودة طوعية للعمال المتضررين من الأزمة الاقتصادية. تبكي هذه العاملة الأثيوبية التي تقطعت بها السبل أمام سفارة بلادها في لبنان بعد أن فقدت عملها ولم يعد لها دخل تصرف به على نفسها. تحاول زميلتها أن تخفف عنها وتمسح دموعها، إلا أن الأزمة التي تمر بها قد ضاعفت من مأساتها. الكثير من العمالة الأجنبية في لبنان فقدت وظائفها جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وهو ما ألقى بظلاله على اللبنانيين الذين خسر الكثير منهم وظائفهم وخفضت رواتب البعض الآخر، ما حدا بهم إلى التخلص من العمال الذين يخدمون لديهم. وازدادت مؤخرا الشكاوى المقدمة من عاملات وجدن أنفسهن محجورات مع العائلات المشغلة لهن، مع لجوء البعض إلى العنف بالتعامل معهن بالإضافة لحرمانهن من أجورهن. ما عملت شيء، لا شيء، ضربتنا وخربشتنا هذا هيك، ضربتنا هيك بونكس كمان، كمان هون أجرة كثير عم تجاني، كمان ضربوني بيشتري عمل لي هيك، هو فتح لي الباب في اللي قال له مايك هيك. وتكررت مؤخرا ظاهرة تسريح العاملات، ونددت منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان، والذي يمنح أصحاب العمل سيطرة شبه كاملة على حياة عاملات المنازل المهاجرات ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال. في سوريا قام المحجرون في المدينة الجامعية في دمشق برمي الطعام من الشرفات في إشارة إلى رفضهم للمعاملة التي يتلقونها من قبل سلطات نظام أسد، وعبروا عن رفضهم لما أسموه المحسوبيات والواسطات الحاصلة في مركز الحجر، كما أعلنوا إضرابهم عن الطعام للضغط على نظام أسد للتسريع بإجراءات خروجهم من الحجر غير اللائق إنسانيا بهم. توفي الطبيب السوري حسان الطعمة في المملكة العربية السعودية جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقالت مصادر إعلامية أن الطعمة المنحدر من حي الحويقة بدير الزور وفته المنية في مدينة جدة السعودية. ويعد الطعمة ثاني سوري يموت بكورونا في السعودية وسابع طبيب سوري من بين الأطباء المقيمين بالخارج، حيث توزع الباقون في الإمارات وتركيا وثلاثة في إيطاليا
والأخير في العاصمة الروسية موسكو. بعد صدمة غير مسبوقة شهدتها شركات الطيران نتيجة انتشار فيروس كورونا، تستعد هذه الخدمة لاستئناف عملها في ظل مجموعة من التدابير لمواجهة الفيروس. أجبرت جائحة كورونا الرياضيين في أنحاء العالم على محاولة الحفاظ على لياقتهم البدنية أثناء الحجر المنزلي، ومن بين هؤلاء العداءة الإيرانية مريم طوسي التي اختارت مواصلة التدريب على سطح المبنى حيث تقطن في طهران. أجبرت جائحة كورونا الرياضيين في أنحاء العالم على محاولة الحفاظ على لياقتهم البدنية أثناء الحجر المنزلي، ومن بين هؤلاء العداء الإيرانية مريم طوسي التي اختارت مواصلة التدرب على سطح المبنى حيث تقطن في طهران. وقد ذاع صيت هذه الرياضية في الجمهورية الإسلامية بفضل إنجازاتها الكثيرة، إذ إنها صاحبة الأرقام القياسية الوطنية في سباقات 100 متر وال200 متر وال400 متر، كما في رصيدها ميداليتان ذهبيتان في بطولة آسيا لألعاب القوى داخل القاعة في 2012 و2014. علينا الحفاظ على لياقتنا البدنية لأن المنافسات ستبدأ في تواريخ لاحقة، وعلينا مواجهة هذه التحديات. لذا أتدرب في المنزل وفي أي مساحة لعب يمكنني استخدامها مثل السطح وأيضا في الداخل وحتى في الممشى قرب المبنى. ثمت مساحة خضراء هناك أتدرب فيها حين تكون خالية من الناس. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة حوالي 7200 شخص في إيران، أكثر بلدان الشرق الأوسط تضرراً جراء وباء كوفيد-19، وأمرت الحكومة في منتصف آذار مارس بإغلاق كل المنشآت الرياضية في إطار تدابير مكافحة تفشي الفيروس، ما دفع بالرياضيين إلى التدرب في الحدائق العامة في طهران. قام مطعم أمريكي بابتكار غريب من نوعه يهدف إلى حماية زبائنه من انتقال عدوى كورونا فيما بينهم، إذ فرضت إدارة المطعم ارتداء طاولات محاطة ببالونات هوائية لا يمكن الاقتراب منها بسبب حجم البالون الكبير، وفي ذلك يعد تطبيقا للتباعد الاجتماعي المفروض في البلاد. نتابع. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة أخبار كورونا، وقانا الله وإياكم شر هذا الوباء. إلى اللقاء.